مساء الصحة والعافية على أهلينا الطيبين أصحاب القلوب الصافية. أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلامتك ألف سلامة. برحب بزمايلي ندى أرباب ودينا إبراهيم. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ ماهر. طبعا حضراتكم مستغربين من الهنود الحمر وقراصنة البحر الكاريبي اللي معايا النهاردة في الحلقة، بس ما تستغربوش، أصل الحلقة فيها حاجات كتير، شوية بشوية هنعرف إيه السر بتاع التغير اللي حصل على مذاعتنا اللطاف دول وهنعرف ايه الحكايه. النهارده موضوعنا موضوع مثير للجدل، موضوع يعني شبه كل الناس وخاصه شبابنا من سن 18 سنه متاثرين قوي بيه ومهتمين خالص بيه، على الرغم من ان في ناس بتشكك في فعاليته وفي اصوله، وفي كتير من علماء الدين اختلفوا معاه تماما. هنشوف ونسمع عن موضوع الابراج واتفاقها مع الشخصيات وانماط الشخصيات. هنسمع ونشوف من ندى ودينا ابطال الحكايه النهارده ونسمع منهم. هو اكيد يعني احنا ما ناقصنا بس الاي باتش كده، يعني قراصنه شنو يا استاذ ماهر؟ ده منظر قراصنه. طيب احنا قلنا نعمل سسبنس النهارده في الحلقه عشان النهارده بقى حلقه ابراج والناس كلها بتهتم بالابراج. انا عايز اعرف بقى منكم حاجه، كل يوم بتقروا برجوكوا قبل ما تنزلوا الصبح؟ قلتي ايوه. بتعملي كده؟ انا بحب اعمل كده. حضرتك بتعمل كده؟ مش توقعات. انا ما بعملش كده، مش توقعات، يعني بحب اشوف عن البرج اكتر شنو يقول لك الليله، في مثلا بوزيتيفيتي كلام كده، روحانيات اكتر، لكن مش توقعات، ما بؤمن بالتوقعات. ما بتؤمنيش بيها وحضرتك خالص؟ حضرتك التوقع عامه او يعني هو مجرد تخمين، والتخمين احتمال وليس له علاقه لا بالواقع ولا بالمستقبل ولا بالزبط. باي شيء يخليني ان انا يصل درجه اهتمامي ان انا اثق فيه، عشان كده استطلعوا كل يوم. بس يا استاذ ماهر في ناس بتبني حياتها كلها على الابراج، يعني انا مثلا لو شخص مش متفق معايا في برجي انا خلاص هنهي العلاقه دي كلها من غير ما يحاولوا يتعرفوا عليه ولا اي حاجه. هو انا جاست ان انا بعرف ان مثلا ده برج اكس، انا خلاص كده انا مش هعرف اتعامل معاك. طيب حضراتكم عشان ناسس الحكايه فنأصل الموضوع، بدايه الحكايه علم الابراج احد علوم الفلك ارتبط بيه الحكايه بموضوع النجوم في السماء والكواكب وحركة الكواكب، وبعدين كل الأبراج المسمى عندنا العلماء اللي اختصوا بالقصة دي قسموا النجوم وأشكالها على الـ 12 شهر بتاع السنة وابتدوا يتكلموا، وكانت الأسماء متغيرة شوية، يعني مثلا برج القوس كان اسمه برج الرامي، وبرج الدلو كان اسمه برج ساكب الماء. الحاجات اللي انتشرت دي وحظك اليوم ويا بختك ونشوف الطالع والحركات دي وبكره كل ده بكره مشنو ما عادش هو الاساس، لكن من كتر يعني توهم الناس او تعلقهم بالغيبيات او افكار الشباب المنقول من بعضه، الحكايه خدت شكل مرضي، ولازم نعالج المرض ده بان احنا نواجه الظاهره دي. وهنشوف علماء الفلك علماء الابراج العظام اللي معانا العالمه ندى ارباب والعالمه دينا ابراهيم. على فكره في حاجات صح. طب حضرتك الاول برج ايه مثلا؟ حضرتك برج ايه؟ تفرق؟ ايوه حسب تاريخ ميلادي ولا حسب ترتيبي في الجورنال؟ لا حسب تاريخ ميلاد حضرتك. طيب وحضرتك اكيد عارف انت برج ايه صح؟ طبقا للي بيقولوه انا مواليد شهر يوليو، شهر يوليو بيقولوا ان هو نصين، النص الاول ممكن يجي ببرج السرطان وممكن يجي ممكن يجي ببرج الاسد. مظبوط حضرتك. وممكن يكون عذراء لو كمان في الاخر على حسب. لا الاسد والسرطان هم اللي في الاغلب، 8 و9 هم العذراء. طيب ايه بقى اللي هتقولوه عن الابراج اللي هتدوا لنا معلومه للمشاهدين؟ انا بس عايزه يعني احنا زي ما قلت انا ما بؤمن بفكره التوقعات، لا ده علم غيب، ما بؤمن بالكلام ده، لكن بؤمن بفكره حاشا لله ان حد يعني طبعا يتنبأ بالغيب بالظبط، لان ده شيء اختص به الله سبحانه وتعالى طبعا. فاي حد يتصور او يوهمك او يوهمك بانه ليه في الكلام ده تعرفي على طول الموضوع ده تنجيم وتخاريف ولا علاقة لا بالعلم ولا بالدين بيها قولا واحدا. يعني ده ايوه ده انا برضو مؤمنة بالفكرة دي، لكن برضو بشوف انه فعلا الشخصيات مع الابراج ايوه، يعني انا ما عارفة هي اساسها وين في العلم، انا ما دكتورة في الفلك، لكن فعلا انه يقول مثلا برج كذا شخص هتلاقي في شخصيته كذا وكذا 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 وكذا، دي حقيقة. مثلا حقول مثلا عن برجي انا الحوت، الحوت دايما بيحبوا الالوان، هادين شوية، الرومانسية أيوة مثلا، الروحانيات الكلام ده، وفعلا اي زول بقابله في الحوت بيكون كده منهم بابا،
يحب الهدوء كده، تلاقيه قاعد هادي كده وساكت، ويحب الالوان، يحب الحياه، يحب ما اعرف شو. ممكن ابسط حاجات انه سين كده شكلها حلو مليئه بالالوان، خلاص انا كده مرتاحه، ما سعيده، ما محتاجه اكثر من كده. ولا شنو دينا انت، شنو اصلا برج شنو؟ انا الميزان. طب احكي لي انا بقى عن الميزان. انا مش عايزه اتكلم عن نفسي كتير. معلش يا استاذه دينا، يعني انا هقسم الاول الابراج، بس هي في ابراج ناريه وابراج ترابيه وابراج هوائيه وابراج مائيه. زي ما استاذ ماهر قال، هو في الاول مثلا كان الدلو يقول لك برج هوائي ساكب الماء، ساكب الماء، هو برج مائي. الدلو يعني والجوزاء والميزان هوائي، الحمل والاسد والقوس ناري. بالظبط. المائي بقى السرطان والعرب والحوت، ودول اكتر ابراج تخافي منهم. حرام عليك. لا 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 لا، تاني ما حكي لك خلاص. منهم العقرب. انا عارف يعني ماشي، انا بصراحه يعني ما بتعامل يعني لا على فكره حاجات. هي شخصيات اصلها في حاجات. طب التصنيف ده وال 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 والكلام ده اساسه ايه؟ علم. علم ايه؟ هل هو علم الكواكب؟ هل هو نوع من علوم النفس مثلا؟ علم النفس فيه فروع كتير، هل هو نوع تحليل من النفس ولا هو ايه بالظبط؟ انا ما اقدر اقول هو اساسه وين. انا ما اعرفش اساسه غير ان هو علم الفلك، انا ما اعرفش اساسه بيحدده الشخصيات على اساس. بس انا كنت قريت حاجه قبل كده انه مع الكواكب، هما بيقولوا انه كل برج له كوكب، فكانوا بيقولوا يعني يوم ولاده في الشهر ده كذا بيكون قرب الكوكب ده بيطلع اشعاعات مثلا، فبتاثر بطريقه معينه. ده اللي انا فهمته في العلم نفسه، لا انا ما اقدر اقول ان انا دكتوره في الموضوع. طيب انا عايز اشارك الساده المشاهدين، حضراتكم تتفقوا ان ده علم، تتفقوا ان ده خرافه، تتفقوا ايه بالظبط؟ لازم تشاركونا علشان اللي يعني اذا انكرنا على انفسنا الظاهره دي او افتكرنا ان الموضوع ما فيش حد متاثر بيه، لا في ناس وصل بيهم الحال انهم ممكن يقطعوا علاقات اجتماعيه او يوصلوها علشان متفق معايا في البرج او مش متفق. وبقى سؤال غريب جدا بين الشباب اول ما يقابلوا بعض، برجك ايه؟ فكل اللي متاثر او شايف اولاده متاثرين بالموضوع ده يا ريت تشاركنا، واهلا بيه وبرايه. وعايزين يعني طرحنا الموضوع على بساط المناقشه علشان نوصل لحقيقه الموضوع، هل هو جد، هل هو هزار، هل هو افتراء، هل هو تخريف، هل هو علم؟ كل ده مش عارفينه، لكن احنا ببداهه كده بنفتح الجورنال ونشوف حظنا ايه، بنسمع اي حكايه او موقع على السوشيال ميديا بندخل نشوف ايه، بنسمع صفات، الصفات دي مطلقه على سبيل لما تقول لي رومانسي او يتمتع بالرومانسيه، كل ده كلام في المطلق، ما فيهوش حاجه بتديني يعني مؤشرات او دلائل ان ده رومانسي. هل كل حد من مواليد هذا الشهر او هذا البرج رومانسي؟ لا، هو بس بيكون هو الرومانسيه بيقولوا شنو، هو بس ان هو عندهم روحانيه على فكره يا استاذ ماهر. برج مثلا سي برج الحمل بيبقى اول الحمل غير نصه غير اخره، بتاثر مع البرج اللي قبله ولا بعده؟ بتختلف. ايه كام لتر يعني الحمل ده؟ احنا مش عارفين يعني. لا لا يعني مثلا بيقولوا دايما مثلا برج العقرب، ديل برج يعني ديل العقرب غير راسه غير في النص. والله ده علم بجد، ده الطبيعي. ديل العقرب حضرتك هو اللي بيلدع يعني، ده الطبيعي يعني. اخر العقرب يعني اخر ايام العقرب بتبقى مختلفه عن نص البرج، نص الشهر او اول الشهر بتبقى مختلفه. ممكن نشرح دي ليه؟ لانه مثلا احنا بنقول let's say انه البرج، برج الدلو ده اول برج شهر واحد، ده من اول شهر، من اول تسعة، من اول 20/12 لحد 19/1. طيب ما هو في اول، لو قلنا مثلا يوم 20 ده مش قبلها بيوم كان في برج، ولو قلنا في اخر البرج ده بيبقى بعد في مرج بين الابراج بيدخلوا في بعض. يعني انا مثلا عذراء ميزان، انا مش ميزان بيور، يعني انا اخر يوم في العذراء اول يوم في الميزان. مش ميزان بيور. لا سبحان الله. عشان بتختلف يعني. هاجي البرج ده هجين لا يعني. ايوه ببقى أيوة واخده من العذراء شويه، ببقى واخده من الميزان شويه. انت واخده من العذراء شويه زي ما انتوا شايفين. على فكره العذراء ده برج حلو جدا عشان برج ماما، وانا مش هقدر اتكلم. الموضوع بقى بيتشخصن، وبرج ماما وبرج بابا وبرج خالته وبرج تيتا، كل الكلام ده ايه معناه؟ ايه دنيته؟ ايه حكايته؟ ايه تاثيره عليكم؟ هل لو في بنت متقدم لها عريس ولسبب ما ما طلعش حضرتك من مواليد برجها او مش من نوع الترابي والمائي والهوائي، ولما اختلطوا ببعض الحكايه بتبقى مطينه بطين يعني، حكايه كده حش فاهمها. الكلام ده مش لطيف ان احنا يعني نتوسع فيه ونتعمق فيه. ما تفتكروش ان احنا جايبين موضوع تافه او هايف، بالعكس الموضوع ده مأثر فعلا على شباب كتير وشابات كتير، وخاصه في اختيار شريك الحياه.
للأسف الشديد لما يبقى تقييمك لشريك حياتك قائم على الأبراج، أنا بقول لك متأسف ده مش منطقي، يعني ده مش طبيعي. أنت لازم تراجعي نفسك. لما نتكلم عن إن ده صاحب خلق أو صاحب دين أو راجل متطلع أو راجل مفكر أو راجل عنده أصول، ده تقييم موضوعي. لكن نتكلم نقول أصل برجه مش متفق مع برجي، دي حاجة تطير برجي من العقل، ولا إيه رأيكم؟ أنا عايز أقول حاجة، علم الأبراج أيوة حقيقة، إحنا بالنسبة لنا إحنا ترفيه، ما حقول مؤمنين إيمان لا، لكن تسلية تسلية إيه حاجة حلوة، أنا أقعد نتكلم أيوة أنت برج كذا ما برج كذا، بس بجد في ناس بتبني حياتها على الهند كده. في قبائل في الهند ما يعني بيقعدوا كده بيجيبوا ما عارفة اللي بيحكم ليهم ده بيبقى راجل كبير في السن ويقعدوا يقول لك كده بالشهر، يقول لك أنت برج كذا وهي برج كذا، أنتوا ما حينفع غير كذا، ولو أنتوا مثلا لتسي اختار برجين خلاص أنتوا في توافق ما بينكم، حيختار كمان اليوم بتاع الزواج بتاعهم ليه؟ عشان البرجين الكوكبين بتاعهم هيكونوا في توافق مع اليوم ده، والزواجات بتبوظ وزواجات بتبتدي بسبب الموضوع ده. الحمد لله ان احنا عايشين في مصر، الحمد لله احنا عرب، يعني الحمد لله احنا عرب، بس حقيقه انه الموضوع ده لا الناس متاثرين بيه. صح، انا في واحده صاحبتي كانت مرتبطه بحد برج العقرب، وهي شنو؟ تمام، وهي التور، بس العقرب شويه، هي التور، بقت عندها عقده ان هي تعرف حد دلوقتي برج العقرب، بجد ربت لها عقده خلاص، بس هما صعبين بصراحه. لا انا بكلمك ان الناس فعلا بتبني حياتها على برج، يعني ازاي انا مثلا لو واحد عجبني او واحده صاحبتي برج العقرب مثلا خلاص ما اعرفهاش تاني، طب على اي اساس؟ ما هي ممكن تكون كويسه بس انت الشخص اللي قابلتيه او الشخصيه اللي قابلتيها هي اللي مش كويسه اصلا، مش البرج، يعني ملهاش علاقه بالبرج. فانا يعني بعدين غير كده انه الحياه بتاثر يعني على الشخصيات وبتاثر بالزبط. على انا دايما على بقول ان الكل قاعده شواذ. هل حضراتكم راضيين عن الكلام ده؟ وهل حضراتكم ممكن تبنوا يعني خططكم المستقبلية وتبنوا حياتكم على نوع البرج؟ هل حضراتكم ممكن تسيبوا أولادكم يحددوا مصيرهم أحيانا أو يضيعوا منهم فرص ما بين فرص عمل أو فرص ارتباط عشان البرج؟ هل أنتم متفقين على كده ولا لسه نعسانين؟ يا أخوانا اصحوا معانا وشاركونا. هل في حد قابلته في حياتك وصل بيه يعني اندماجه في الموضوع او قناعته بيه انه حضرتك بيحدد يوم ويمشي ازاي وعلاقاته الاجتماعيه تمشي ازاي عشان البرج؟ انا اعتقد ان انا بتكلم مع عقلاء، اعتقد ان انا بنحكم يعني العقل، وقالوا المرء باصغريه قلبه ولسانه، فحضراتكم حكموا عقولكم، وحضراتكم اذا كان الموضوع تسليه فممكن في التسليه يبقى الموضوع من الاول معروف، اذا كان الموضوع علم فنرجع لأصول العلم ده ونعرف أصوله ووضعه إيه. ممكن كتير من الناس تختلف معايا، لكن أنا قناعتي بتقول إن حكم عقلي في الأول في الآخر. ولا أنتوا لسه مصرين على الشغل الهندي؟ إحنا زي ما قلنا الكلام ده ترفيه بالنسبة لنا، ما ينفعش نمشي بيه، ما ينفعش، بس يعني لذيذ، يعني موضوع يعني حاجه لذيذه، بحب اعرف مثلا صفات البرج اللي انا الشخصيه اللي انا هتعامل معاها، فيعني بعرف شويه عن الموضوع، يعني مثلا كده انا اول مره ادينا مثلا مثل عن برج من الابراج بصفاته، وتعالوا نشوف الصفات دي تنفع في البرج ده او في البني ادم ده بس ولا في حد تاني. ممكن نتكلم على الابراج الناريه في الاول لانه ماشي، خلينا نتكلم اللي هم الحمل والاسد والقوس. الناس دي عصبيه، بتقال عليهم ان هم عندهم حته العصبيه زياده. لما يكون في عايزين بيشتغلوا على حاجه او حبوا حاجه او عايزين يعملوا حاجه، يعني الاربع ابراج دول عصبيين؟ ثلاثة عندهم حمل واسد وقوس. ايوه عندهم نسبه عصبيه، لكن عندهم شنو ان هم لما يكونوا حابين هم يشتغلوا في حاجه بدوهم اقصى ما عندها خلاص، زي جيف ذير اول، بيشتغلوا فيها ليل نهار، ليل انه هم نار، عشان كده بيقولوا عليهم الابراج الناريه، بيشتغلوا وفنانين، يعني تحس ان هم فنانين، بيختاروا لبسهم بفن، بيتكلموا برقي كده. انتوا وصل بكم الثقه انكم واثقين في الكلام بتقولوه ده؟ احنا ده علم يا استاذ ماهر، بعدين حاجه عامه كمان علم. ايوه علم، هو علم حقيقه، علم الفلك، مش ده علم اسمه علم الفلك؟ علوم الفلك عموما او علم الفلك حضراتكم مش قاصر على الابراج فقط، العلم الفلك والابراج ده كلام بالنجوم، لكن لو اختلط الامر بالتنجيم الموضوع هنا بنقول متأسفين وخلص. لا احنا مش بننجم، يعني قصدي احنا بنقول شخصيات كل برج على حسب العلم اللي قاله، لكن احنا مش هنمشي بيها، مش مؤمنين. يعني المعلومات دي حضرتك اعرف منين انها معلومات حقيقيه وسليمه مع التجريب، وابتدي بناء عليه ابني عليه مع كل شخصيه بنقابلها بتلاقي فيها نفس الكلام اللي حضرتك قريته في البرج.
ايوه يعني انا اخذت حبه كده اللي هو بشوف الابراج. طب يعني اشوف يعني اشوف في ابراج كده بحقيقه اتعجبت منها. طب اسالكم سؤال تاني وحضراتكم بشارككم اعزائي المشاهدين معانا. لو حضرتك مدير في الشغل وبتتقدم حضرتك بيتقدم لك في اليوم سيفيهات لناس مثلا، هل ممكن تطلب في السيفي انه يكتب برجه ايه؟ هل ممكن تحكم على الموظف اللي انت جاي تتعامل معاه او ممكن يبقى عندك او تحت رئاستك حسب برجه، او ممكن تحلل شخصيته مش من كل اللي مكتوب في السيفي، انما نرجع للي مكتوب انه رومانسي وفنان وحاجه وهادي وعصبي والكلام ده؟ هل ممكن يكون كده؟ انا بتهيالي ده بيبقى في الارتباط بس بين شخصين، يعني ما ينفعش ان انا اروح اتقدم لوظيفه يقول لي اكتبي برجك ايه. طب حضرتك مالك ومال برج؟ انت ليك بالشغل اللي انا هعمله مش اكتر. الا الوظائف الروحانيه طبعا. ايه الوظائف الروحانيه بقى؟ ايه بقى دي؟ انا ده لو الجبسي ثواني، الشغل الجبسي ما موجود عندنا عند في العرب، بس هو بيكون شغل انه اللي تدخل كده المكان تلاقي بخور في كل حته والناس جايين بس يتكلموا كده ويطلعوا الطاقات اللي جواهم، فوقتها بيسال شنو انت برجك شنو، بحيث على حسب برجك هيقعدوك مع ناس معينه عشان تعرفوا انتوا تتكلموا اكتر. بس انا اول مره اسمع المعلومه دي. يعني احنا ممكن نلاقي مترو العربيات فيه متقسمه، العربية دي البرج الحوت وده البرج القوس وده البرج الأسد، ممكن أطلع على الأتوبيس فأجي أقعد يقول لي لو سمحت قوم من هنا، أصل كده برج الدلو، أصل ده محجوز للأسد. ما ينفعش. هل ممكن حضرتك وأنا بحجز في القطر أو في الطيارة وأنا جاي أقعد لو سمحت اللي برج القوس يرجع لورا واللي برج الحمل يجي من قدام؟ شايفين يا إخوانا شاركوني أرجوكم، أنا مش قادر على السادة علماء الفلك اللي معايا. عايزين بولز، عايزين مكالمات كده عشان نناقشكم بقى كل اللي احنا بنقوله ده، هل ده صح ولا غلط؟ احنا عايزين مكالمات. وهل انت لو دخلت مكان ولقيت المعامله الاضاءه خافته وشمع وبخور والحركات اياها دي، هل ممكن سلوكك يتغير حسب تغير المناخ اللي انت عايشه؟ هل ده صح؟ طاقه ايجابيه مثلا، طاقه ايجابيه انك تقعد في الضلمه واحد يطلع يقول لك بخ انا برج القوس. بالنسبه للناس، في ناس تحب الانوار الكثيره ويحبوا الدوشه مثلا. في ناس الابراج الناريه، الابراج الناريه ما بيحبوا يقعدوا في مكان هادي. انا بحب الدوشه يعني. انا ما بحبش اقعد في مكان هادي، لما اروح مثلا اخرج او ما بحبش انا اكون قاعده لوحدي في المكان، لا لازم يكون في ناس حواليا واصوات وانوار وحاجات كده يعني. يعني انتم مصرين ان الحاجات المتلازمه مع شخصياتنا لازم تكون متلازمه مع الابراج؟ ما لازم، مش شرط، بس لازم يبقى فيها زي ما قلت حضرتك كل قاعده شواذ. يا حضرتك قلت لي ان دلوقتي العريس وراح يتقدم للعروسه بيقدم لها حضرتك اثبات السي في كامل بقى، اثبات بانه برج العقرب، وهو لازم يثبت لها اذا كان ديل العقرب ولا راس العقرب. لا اصل لو برج العقرب هيتقبل ده، لا برج العقرب ده قصه ثانيه، ده ما بيدخل. لا يعني لا، اول ما العروسه والناس تشوف، والناس كلها بتخاف منه قبل ما تشوف هداياه ولا تسمع عن شخصيته ولا تعرف ايه نسبه ولا حسبه ولا دينه ولا اخلاقه، انما المهم انت برج ايه يا استاذ، وبناء عليه يطلع لك النتيجه والقرار. هو جاب اصلا مناك اللي يدخل من الباب لازم هنكون عرفنا دينه واخلاقه بعد يعني كده. دخل من الباب البيت من غير ما نعرف هو برج ايه الاول. ايوه خلاص دخل من الباب يطلع البرج يطلع بره. لا ده المرحله الثانيه، يعني دي المرحله احنا بنبقى عارفينه قبل ما يجي بقى، عارفين دينه واخلاقه. يلا ندخل بقى بالبرج. بالظبط تمام، قبل ما تدخل باب البيت انت برج ايه بالظبط. طب تمام مش هتنفع، باي باي. ناخد الجاتوه بقى وهو يعدي. لا طبعا مفيش كده، بس في ناس بجد بتعمل كده، بجد في ناس بتعمل كده وانا قابلتهم. بتوصل مع الناس اخواننا. ما حدش راضي يشاركنا النهارده، الموضوع مش عاجبكم؟ ها مش شايفين ان الموضوع فيه حاجات كتير؟ انا شايفه ان الموضوع ده بيهم ناس كتير جدا، يعني برج يعني الشباب. الابراج دي عامه بتهم الشباب كلها، فانا مش عارفه ليه ما فيش الشباب والاسر مش واخدين بالهم ان يعني خدوا بالكم كاسر ك يعني اصحاب قرار، شاركوا ابنائكم في اهتماماتهم وحاولوا تطلعوا شويه دماغاتهم رايحه لفين، لان لو في حد يعني ملا حيز دماغه بالكلام ده من ابنائكم بتبقى كارثه، مشكله مشكله كبيره. لو واحده هتبني حياتها والارتباط بشريك حياتها على الكلام ده انا براجعها، يعني احنا محتاجين مراجعات كتير فيما قال الينا الحال. دكتور هشام اول اتصال معانا، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. الدكتور اسامه عمر مع حضرتك يا فندم. اهلا دكتور اسامه، بعتذر، اتفضل يا فندم. اهلا بيك. انا الدكتور اسامه عمر، استاذ في كليه الاعلام والمستشار الاعلامي لمؤسسه الفلكي الدكتور محمود الفلكي. اهلا وسهلا دكتور، اتفضل يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك. انا طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالاساتذه اللي مع حضرتك في الاستوديو. اهلا بحضرتك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا.
ان علم الفلك ده علم الهيئه، زي ما تفضل فضيله المفتي وعرفوا ان هو علم الهيئه. علم الهيئه يعني علم الطاقه اللي بتتصدر من والى، من مني والاخر. فانا شايف حضرتك، انا مش عارف حضرتك بتعمل برنامج انت مع ولا ضد. لو انت هنفترض ان حضرتك بتعمل برنامج عشان الناس تستفيد، وانت من اول لحظه يعني بتناقش فكره الفلك والابراج زي ما شفت حضرتك. طبعا انا فرحان جدا ان حضرتك يعني عملت قضيه او فرضيه قضيه الراي العام كله مستنيها، يعني مش عند حضرتك في القناه بس او عند الدكتور عبد الحميد كرئيس قناه، انما حضرتك فردت قماشه الناس كلها مستنيه ليها حل. لكن فضيله المفتي حلها في حاجه واحده وقال ان هذا العلم علم الهيئه. الفلك يا فندم هو اللي احنا بنشوف بيه الهلال، وهو اللي بنشوف بيه الطالع، وهو اللي بنشوف بيه الميلاد، وهو اللي بنشوف فيه، مش ان انا اقرا البرج في الجورنال وبس. يعني الناس اللي بتقرا الابراج في الجرايد مش مهم عليها ان هي تتعامل معاه وتتفاعل معاه ويبقى ده اللي هيحصل، لا طبعا، لان كل حاجه في ايد ربنا سبحانه وتعالى، مش في ايد اي حد تاني. ربنا سبحانه وتعالى لما كتب من اول خليقه تاريخ سر او سير عباده كلهم، احنا طبعا مؤمنين بقضاء الله وقدره. لكن ظهر علينا من اول القرن ال 19 بدا يظهر عندنا علماء فلك من المغرب، وعلماء فلك من شرق اسيا، وعلماء فلك من اوروبا، الى ان بدا يبقى عندنا مؤسسات خاصه بهذا العلم، خاصه بهذا الطالع. فانا اتمنى ان يعني الحلقه نطلع منها مش ان احنا نقول الناس ده صح او ده غلط، لان في ناس كتيره جدا عندها العقيده، والعقيده دي شيء مهم جدا عند الانسان وغيره. ممكن الناس العقيده بالنسبه لها مش عقيده دينيه، لكن طبعا احنا بنعتمد على ديننا الاسلامي الحنيف بالدرجه الاولى. الدين الاسلامي بنقول ان احنا ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا حاجات احنا ننتظرها، ننتظر قضاء الله وقدره، مش ان انا اتفاعل مع الجورنال الصبح واشوف الفلك بتاعي او اشوف برجي. انما انا واحد كنت عايز اقول لحضرتك من 40 الى 45% مش من طالع الجورنال، لكن من بعض الاشياء الروحيه اللي انا بستنهضها او اعرفها او قريت عنها بتطابق تماما 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 الحياه اللي انا فيها، بس مش بعتمد عليها. لا يمكن اعتمد عليها ولا اشجع ان اي حد يعتمد عليها. احنا عندنا بنعلم الطلبه في الكليه، يعني انا واحد من اساتذه الاعلام المعروفين في مصر، بنعلم الطلبه في الكليه ازاي انا اصنع انسان بكلامي من خلال برنامج اذاعي او تلفزيوني او من خلال مداخله. احنا دلوقتي بنشكل وجدان وطن، حضرتك والناس الافاضل اللي مع حضرتك في الاستوديو بنشكل وجدان وطن. انا بشكرك جدا وعلى ان حضرتك يعني من الفرصة ان انا يعني اكون في شرفنا دكتور أسامة. وانا حضرتك بوضح حاجة مهمة خالص، رأيي الخاص لا يهم احد الا نفسي. انا رأيي متواضع جدا امام اراء كتير. انا طرحت على الناس وما زلت بطرح هذه القضية، هي قضية رأي الناس اللي متأثرة بيها او الناس اللي ممكن تبني عليها قراراتها او حياتها، هل ده موجود في مجتمعنا ولا لا. الناس اللي تجاوب، وحضرتك من اهل العلم، انا لا اهاجم علوم الفلك، انا بعترف بوجودها، لكن انا كنت بتكلم تحديدا عن جزئيه الابراج وتعلق الشباب والاذهان بالابراج، مش بهاجم علوم الفلك ولا بهاجم علم الهيئه ولا بهاجم فضيله المفتي ولا بهاجم حد، انما انا بتكلم عن مدى تعلق الناس بالابراج لدرجه انها بتبني قراراتها المصيريه زي قرار الارتباط على فكره أو على حضرتك أشياء فيها جزء من العلم وفيها جزء من الافتراء، أو حضرتك الاجتهادات الشخصية اللي ما ينفعش أبني عليها مستقبلي ولا قراراتي. الجزء الثاني، إذا كنا معنيين بهذا الوطن وأبناء هذا الوطن وبناء الشخصية وبناء حضرتك رأس المال البشري اللي عايزين نستثمره لبكرة وبعده، ما ينفعش يطلع عندي جزء مخوخ أو جزء مشوش. أنا بعترف حضرتك وناس كتير ممكن تشاركني هذا الرأي، إن الموضوع ده يعني لمس عقول أو شباب وضيع ناس كتير من كتر اعتمادها على هذا الكلام بلا علم وبلا مراجعة، لا لعلماء دين ولا لعلماء نفس ولا لعلماء اجتماع ولا الحظ في قامة حضرتك وقيمتك. وإحنا شاكرين لمشاركتك، وأهلا بيك دايما يا دكتور، وأهلا بأي حد يشاركنا كمان من السادة الأفاضل العلماء، من السادة الأفاضل المشاهدين، نسمع منهم.
هو اكيد هو موضوع زي ما قلنا في اول الحلقه ان هو موضوع شائك، يعني في الموافقين جدا معاه وفي المعارضين جدا معاه. ما موضوع يعني ما موضوع اصلا حتى من فتره ما كان بتتكلم عليه اكتر، لكن حاسه بقت دلوقتي بقى مهتمين بيه اكتر بالذات الشباب زيادة. في ناس زينا احنا بالنسبه لنا بنحب كترفيه زي ما قلت ان انا اسمع عنه، ما حاجه تزعلني، يعني حاجه لطيف ان انا اقعد موضوع لطيف ان انا اقعد اتكلم فيه. في ناس زي ما حضرتك قلت لا بيمشوا فيه يعني لا يعني سيف بالورقة والقلم. ايوه سيف قاطع بالنسبه لي من الراي بتاع الابراج ده، وزي ما قلت برضو ما بيرجعوا لحد دارس الموضوع ده، لا بيرجعوا للابلكيشنز بتاعت حظك اليوم والهورسكوب عشان يشوفوا، مع انه دي نسبه غلط ممكن فيها هذا. لا هم كمان بيقروا توافق الابراج، يعني ده برجي هيتوافق مع البرج الثاني ولا لا، فبيقوموا قاريين فبينهوا العلاقه كلها عشان هو مش متوافق معاه. بالظبط، وبعدين ما بتكون حاجه ممكن تدخلي في علاقه عشان هو متوافق معاكي. أيوة. يعني مثلا العكس. ويطلع أيوة. اصلا مش كويس بس حقيقة. عشان جاست ان انا دخلت على البرج وعرفت ان هو متوافق معايا فخلاص ده هو ده اللي هيناسبني. طب هو ممكن يكون اصلا شخصيه مش كويسه، يعني انا ليه بنيت حياتي كلها على البرج؟ ستيل حياته متاثره، يعني تربيته معرفة الكلام ده كله متاثر. معانا احمد عايز يشاركنا، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. استاذ ماهر ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. حاجه جميله قوي قوي لما تكونوا انتوا الثلاثه متجمعين مع بعض والله. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. ربنا يخليك، بس اللي انا بستغربه النهارده يعني الشكل الخرافي اللي انا شايفه النهارده ما بين الاستاذه دينا والاستاذه ندى، بصراحه اول مره اشوفه. ما احنا استحضرنا حضرتك من شرق آسيا ومن الهنود الحمر ومن البحر الكاريبي، تنوع بقى. قلنا نعمل حاجة جديدة النهاردة بس نعبر عن الأبراج كده يعني. طب بخصوص الأبراج، أنا طبعا أنا عيد ميلادي أو يوم ميلادي يوم 1/7، تمام؟ ده معرفش يوافق إيه. 1/7 كام؟ 7. 1/7؟ آه. الحقيقه البرج ده مش عندنا، ده في حدائق الاهرام البرج بتاع حضرتك. السرطان. لا لا السرطان. السرطان. اه طب خير يعني. لا هو برج، هو برج حلو قوي. انت ما يعني طيب رومانسي بيميل دائما للعاطفه وهادي. الله عليك. وهادي هادي جدا ده على حد علمي يعني. لما بيتضايق ما بيبينش غضبه لحد، بيبقى جواه الغضب. لو وصلت لدرجة عصبية عالية خلاص. وبيقول ان في ناس بتقول عليه شراني. لو لا 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 مش شراني، بس عندكم مش طالع عندكم في لا بس يتقلق منه، يعني يتقلق منه لان هو دايما صامت. أيوة. يعني بيبقى بصامت جواه كده، فلو انفجر هيبوظ الدنيا كلها. ان شاء الله المرة الجاية يا استاذ ماهر هنعمل نفسي في فيبريشن مش صامت. شكرا يا فندم، شكرا استاذ احمد الشراني اللي ما طلعش للاسف في الورق، ما عرفناش نجيب الصفة اللي الناس رصدت عليك ان يعني علماء الابراج اللي معانا ناس ما يدروش يوصلوا لحقيقتك الطبيعيه. يعني على قد ما انت تقدر وانت تقدري تشوفوا حقيقتك او تعرفوا حقيقه الناس من خلال المعايشه والاحتكاك. هل كلمتين بس مكتوبين هم اللي ممكن يحددوا لي نمط الشخصيه او شكل الشخصيه؟ لكن بتاثر، احنا ما بتحدد لكن بتاثر. يعني لا احنا ما قلنا انه 100% هيبقى زي المكتوب في الورق. طيب معانا ساره عايزه تتدخل معانا، اتفضلي. وعليكم السلام. السلام. أنا البرج 3/9 عايزة أنقص البرج بتاعي 3/9 وجوزي 10/4. حضرتك 3/9 وجوزك 10/4. أيوة العذراء 3/9. 3/9 العذراء. حضرتك برج العذراء يا أستاذة سارة زي ما بيقولوا 10/4 الحمل. طيب اسمعي معانا يا أستاذة سارة صفات البرجين. طيب تعالوا نشوف. طيب العذراء برج أرضي. أه الحمل ترابي. الترابي والحمل نار، يبقى النار مع التراب. النار مع التراب تطفيها على طول. يعني لا بيبقوا متوافقين مع بعض لان النار يعني لو التراب اتحط على النار بيطفيها. ابشري يا استاذه ساره، ابشري وبشري جوزك بالخير. والتاني فيه حضرتك وجوزك متوافقين. واحد بيبقى هادي شويه وواحد بيبقى دايما منفعل. يعني فيه بقى الهادي 9 ولا 4؟ هي قالت العذراء. العذراء يعني التناسب النار مع العذراء العذراء هو الهادي الترابي غير العذراء والشعر الابيض، يعني دي حاجه تاني خالص. تمام تمام. اكيد بتمر بمشاكل يعني على حسب ما بيقولوا انه بيكون في شويه مشاكل ما بينكم، بس بتضطروا ان انتوا شويه عشان تشتغلوا على الموضوع اكتر. طب جالكم زباين تاني معانا، خالد اتفضل. استاذ خالد. وعليكم السلام يا فندم. انا كان ليا راي بس في الموضوع ده ان هو يعني مش اغلبه مش حقيقي، وعندي اسباب اقولها ان ممكن تلاقي حضرتك اتنين توأم وبيبقى واحد صفات واحد صفات تانية خالص. صح. تمام صح.
الله يفتح عليك يا عم خالد، الله يفتح عليك. وممكن كمان تلاقي يعني لو غيرنا مثلا مواليد شهر 4 كلهم مثلا اي شهر من السنه هتلاقي فيه صفات، يعني لو غيرنا كل مواليد مثلا شهر 4 هتلاقي نص عنده صفات ونص الثاني صفات ثانيه خالص عكسه. تمام. حابب اوضح ده وبس، دي وجهه نظري في الموضوع يعني. الله يبارك فيك، شكرا لمشاركتك، مشاركه ايجابيه جدا. ردوا بقى يا سياده العالمات الفخمات. ايوه ما انا قلت لحضرتك على هؤلاء، يعني حطينا 10 من مواليد شهر 1 جوه اوضه، حابين نقيمهم. هيختلفوا طبعا، هيختلفوا البيئه اللي اتربوا فيها. بعدين غير كده انا عايز اقول حاجه، لما جو عملوا علم الابراج في الاول كانوا بيختاروا بطريقه عشوائيه، يعني ما كانوا جايبين كل الناس وما كانت حاجه اكريت 100%، يعني زي ما قلنا هي تناسب شويه. وزي ما قلت لحضرتك اول الشهر غير نصه غير اخره، فطبيعي هتختلف الشخصيات حتى لو توأم في نفس اليوم هتختلف الشخصيات برضو. يعني بتعترفوا بالاختلاف؟ ايوه طبعا، يعني دي طبعًا. مش قاعد مسلم بيها لكل قاعده شويه، تتفقوا مع الاستاذ خالد؟ ايوه ما فيش ده، زي ما قلنا ده ما حاجه كده سيف. لا طيب جالكوا زبون مرافه، اتفضلي. رافه اتفضل، انا اسف اتفضل. الو اتفضل يا فندم. لا المواليد 92 شهر 2 مواليد 92 دلو. اوله ولا نصه ولا اخره يا استاذ رافت؟ لا دلو، الدلو برج الدلو. مبروك يا استاذ رافت، طلعت 2 تمام. 2 برج الدلو، برج هوائي. استاذ رافت حابب تسمع حاجه عن برج الدلو؟ اه يا فندم ممكن. ممكن يا فندم اتفضل، خليك معانا. ايه بقى صفات برج الدلو، الصفات الرائعه الجميله؟ أنا اللي عارفاه بشكل جنرال بلاش بس برج الدلو لو في حاجة تصدم بلاش تقولوه. لا لا بيبقى هوائي دايما، متقلب شوية، متسرع ومتقلب شوية كده، متقلب المزاج على طول، لأن الميزان والدلو والجوزاء على طول متقلبين، يعني ما بيكونوش على مود واحد. كل ده في رأفت؟ للأسف اه. لا احنا التقلب مع حاجة كويسة، هو معرفش يعني. ممكن يكون متقلب أو لا، بس يعني بنسبة على شوية بيحبوا التغيير الكتير، بيبقوا دايما روحهم حلوة لزاز، وبيحبوا التغيير اه وسوشيال، بيتكلموا مع الناس كتير، اجتماعيين اجتماعيين. استاذ رافت بيحبوا يجربوا حاجات مختلفه. التحاليل الطبيه اثبتت ان والله ده على حد علمنا اه يعني والله اعلم، والله اعلم يا استاذ رافت، اللي احنا عارفينها احنا والله مش علماء يا جماعه، والله دي هوايه بس يعني. انا عن نفسي بحب اقرا الابراج بس ببقى يعني مش على فكره حضراتكم، انا لا اهاجم للهجوم، انا كشخص معانا ناديه. ناديه اتفضلي. ايوه لو سمحت، انا 2-2 مريض برج الدلو. الف مبروك. الدلو برضه لسه قايلينها دلوقتي. طيب تحبي تسالي عن حاجه معينه او شيء؟ انا معايا 19 12 برج القوس، عايزه اشوف التوافق بيناتنا وهي يعني حياتي. القوس نادي ده حضرتك خطيبك ولا هترتبطي بيه ولا الدنيا ايه؟ جوزك؟ طب الحمد لله بقالكم 10 سنين مفيش دلوقتي تعرفي برجه بقى يا استاذ. نار ومويه. النور قالت قوس. لا طب خليكي معانا استاذه ناديه، خليكي معانا. هي قالت هي لا واحده واحده عشان استاذه ناديه، هي هو القوس وهي دلو، وهي دلو الاثنين ناري. لا 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 نار مع الهوا. لا 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 دي احلى من اجمل العلاقات، تبقى النار مع الهوا. النار مع الهوا لا بتبقى بتطفيها دايما برضو زي التراب. لا ما بتطفي بالعكس، لا ما لو في نار الهوا هيطفيها، بس لا كمان بتعمل هيت، يعني انت لما يكون النار مع الهواء تبقى الدنيا هيتي كده، بيبقى في لوت اوف ايموشن. ايوه يعني سبارك كده، يبقى في سبارك. بالترجمه يا ندى لما ننزل، لما اقول لك مثلا مثال، لما تنزل انت في الشيشه بتهويها هل بتطفي؟ بتولع يعني بتشعل الدنيا. ايوه تبقى الحياه مشتعله كده. استاذه ناديه الحمد لله ان عدى عليكم 10 سنين بخير وسلام، ويا ريت ما تعتمدوش على هذا الكلام، انما الله اعلم في كل شيء. وربنا يديم عليكم تفاهمكم ويديم عليكم اسرتكم الجميله، وان شاء الله ما يكونش فيه هيت لدرجه لما الهيت خالص يعلى. لا كويسه معلش يعني. ويعني الحياه ما تبقاش مشتعله، لكن يبقى هو الحب والموده والوئام والتفاهم اللي بينكم هو اللي مشتعل. بصراحه يعني نجوم، اتفضلوا. يعني طبعا عندنا بقى الابراج الترابيه ما اتكلمناش عنها. اتكلم عنها. اللي هي الثور والعذراء والجدي. عمليون لدرجة غير طبيعية. فيهم اتنين بينطحوا، الثور والجدي ها؟ يعني خلينا نتكلم في الصفات. عمليين جدا. بس
بطيئين في التصرفات، يعني بطيئين في اتخاذ القرار، بيفكروا كتير جدا. جالكوا زبون كمان طيب عفاف اتصل بينا مره تاني، اتفضلوا. عصبيين شويه، ده سادس برج تقولوا عليه عصبيين، يعني سادس برج دي الصفات اللي اوريدي مكتوبه من الايجابيه. وبس من الشخصيات اللي هي يعتمد عليها، من الشخصيات اللي هي زي ما بيقولوا كده باللغه البلدي جدعين، يعني يعتمد عليهم. جدعان الجدعان الجدعان بتوع اللي هم الدكتور والعذراء والجدي. بس انا غير حاسس اكتر ابراج يا استاذ ماهر. انا فندم. ايوه كرم، اتفضل. كرم السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. سلام. لو سمحت ممكن عاوز اعرف برجي. نعرف برجك من تاريخ ميلادك، احنا ما بنعرفش تاريخ ميلادك. مواليد 1981 24 2 24 2 24 2 ايوه تمام يا استاذ كرم. برج الحوت. أقصى تحية. مواليد 1981 24 سنين. ما هو مواليد 81 دول حضرتك. لا تاريخ ميلاد حضرتك يعني 24 2 الحوت. طب خليك معانا استاذ كرم واعرف، اتفضل. الحوت. الحوت انت اللي تتكلمي عن الحوت بقى، انت حوت. زي ما قلت انا بحب اتكلم عن نفسي. لا قولي. هو برج هادي، يعني هاديين جدا. عشان برجك يعني لا ولا؟ احنا ثواني، هم احنا هاديين لكن في نفس الوقت بنستحمل كتير، بمجرد ما خلاص يعني فاضت بينا بيبقى العصبيه بتاعتنا كعبه. بس عاطفيين قوي، انا عارفه ان هم عاطفيين يعني وحساسين قوي، يعني ممكن اقل كلمه تضايقهم. انا اعرف عن الحوت كتير. ان بطنه واسعه وانه طماع. يا استاذ خلي بالك يا استاذ ماهر. لا انا اللي بسمع عنه على فكره، هي حوت معانا يعني ممكن تاكلنا كلنا. لا خلاص يبقى استاذ كرم. انت بتجيب لي كده استاذ كرم. اهم الصفات بتقولها ندى انهم يعني بيصبروا او بيتحملوا، وبعدين بتقول انهم بيتفهموا كتير، يتفهموا كتير، وبعدين بتقول لما يجوا ثوره غضبهم تبقى ثوره يعني عارمه. لكن بعد يعني الغضب ما بيجي طوالي، يعني بعد حبه كده يقوموا العصبيه. طيب معانا مدام ايمان، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اسال عن برجي وبرج جوزي. اتفضلي حضرتك. انا 24 3 الحمل. 24 3 الحمل. ها مظبوط. وجوزي 7 3 7 الحمل برضه. لا 7 3 جوزي 7 3 7 3 و 24 3 7 3 24 7 3 الحوت. عايزاكم تقولوا لي توافق العقدي وحمل ناري. حضرتك متجوزه من امتى يا مدام ايمان؟ متجوزه من 4 سنين. ناري. طب ولسه مش عارفه لغايه دلوقتي انت متوافقه ولا لا؟ ايه؟ لسه مش عارفه انت متوافقه ولا لا؟ قولي لنا رايك كده بعدين نقول لكي نسبه التوافق هما بيقولوا شنو. خليكي معانا، خليكي معانا مدام ايمان هتعرفي دلوقتي. طب ناري ومائي. ناري ومائي يعني عكس بعض مختلفين، لكن الاثنين عندهم قلتهم بيتفهموا، عندهم نسبه التفاهم كثير، بالذات انه قلنا انه النار عصبي والحوت هادي فدل بينفع مع بعض، فبيبقى في بالانس بين الاثنين، واحد ناري والثاني مائي، مختلفين تماما لكن عندهم بيتفهموا، عندهم حته الهدوء شويه، يعني ما بيستعجلوا في القرارات بتاعتهم. لا برجين هو مختلفين. على فكرة عايز اقول لك حاجه، هو ممكن في راجل بيستحمل اصلا وفي راجل مش هيستحمل، هم كلهم ما بيستحمل، هي برده ملهاش علاقه، كلهم ما بيستحملوا يا دينا. طيب نسمع اسراء. اسراء اتفضلي. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت انا عايز اعرف توافق برجي مع برج جوزي. طب نسمع برج حضرتك مواليد كام؟ انا 15 7 وهو 28 8. 15 7 و 28 8 سرطان. 28 5 جوزاء. 15 7 و 28 جوزاء وسرطان. جوزاء وسرطان. طيب اتفضلي معانا يا استاذه اسراء هتعرفي دلوقتي. جوزاء هوائي. الجوزاء هوائي وسرطان مائي. ده جدول ضرب اللي بتعملوه ايه يعني، فهمونا. لا هوائي يعني دايما تصرفاته هوائيه، متقلب كده. متقلب المزاج، بيحب التغيير كتير. بالظبط. بس طيب يعني في نفس الوقت طيب، يعتمد عليه بس مش بدرجة برج السرطان. ما خلي بالك لكن يعني الحوت يعتمد عليه خالص. يعني ست عايزة ترتاح دلوقتي. لا هما برجين متوافقين الاثنين مع بعض، نسبة التوافق ومتوافقين. مختلفين ممكن تحس انه في شويه يعني الوجهات هيكون في شويه اختلاف، بحس انه هو هنا متقلب كتير لكن انت شويه هادية. بس الاختلاف ده يعني أيوة. حلو مش اختلاف يعني ما اختلاف هياثر بطريقه سلبيه. استاذه اسراء الاشعه اثبتت انكم متوافقين،
فيا رب يديم عليكم برضو على حد علمنا الشخصي. والله اعلم برضو حضراتكم عشان العلماء اللي معانا مشكوك في في المكياج بتاعهم الدنيا دي اللي عاملينه، ففي حد من اسيا وحد من افريقيا والدنيا دي. طب ايه مدى توافق الابراج اللي احنا متعرف عليها في على مستوى العرب والمنطقه العربيه مع الابراج الصينيه مثلا؟ لا دي مختلفه تماما عننا، يعني الابراج الصينيه انا ما بفهم فيها بصراحه خالص، لكن حاولت قبل كده اقرا فيها، مختلفه تماما. هم مبنيين على الحيوانات اكتر، يعني يقول لك برج الديك وبرج الكلب وحاجات زي كده، بس ما بفهم فين بصراحه، يعني هم مختلفين. حضرتك برضو ما قلتلناش حضرتك برج ايه؟ بيتهرب. ليه؟ اطلاقا انا اعلنت في اول الحلقه ان انا مواليد شهر 7. ايوه قلت يا سرطان. سرطان 21/7 ده احلى برج السرطان. طب ما طلعت مائي زي الاستاذ ماهر، يعني طلعت من نفس الحكايه. طلعت مائي طبعا، انا بر مائي. ده اول حلقه تسقط في المائي. تمام. انا بصراحه مش مصدق نفسي، انا بر مائي. على فكره برج السرطان يقدس الحياه العائليه جدا، بعدين يعني دايما يحب اسرته، بيهتم بيها بجد والله، دايما بيخاف عليهم قوي، على عيلته خصوصا، يعني عيلته دي في كوم والباقي في كوم تاني. المائي عامه بيكون كده كمان. طب انا زوجتي 21/5 جوزاء، ده اول الجوزاء، اول يعني هي واخده بقى من التور، واخده اول يوم جوزاء، يعني هي اخر التور خالص واول يوم جوزاء. طيب معانا محمود، اتفضل استاذ محمود. الو اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا بحب ارحب بحضرتك وارحب بدينا وندى. اهلا بيك، الشرف لينا يا فندم، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. انا عيد ميلادي المفروض شهر 10 اللي احنا فيه دلوقتي. كل سنه وانت طيب، ادينا العنوان ونجيب لك تورته. وحضرتك طيب، ربنا يخليك يا رب. كنت عايز اعرف بقى انا برجي كام 10؟ ايه والكلام ده؟ كم 10؟ 29/10. 29/10 برج العقرب. انا برج العقرب. مبروك يا استاذ محمود، انت برج العقرب. الله يبارك في حضرتك. احكي لينا. عامة برج العقرب برج يعني بيتميز بالجدعنه جدا، يعني لو احتجته في اي وقت هتلاقيه معاك، بس بتلدغوا شويه، عندكم اللدغه. لدغته يعني هتودي في سكه تانيه خالص، يعني لو ضايقته مش هيسيبك خالص، هياخد حقه، لو فين هيجيبك كده كده. يتخاف منكم، يتخاف منكم. من برج العقرب، رغم انا يعني مثلا انا برجي ما يمشيش خالص مع برج العقرب، يعني برج الميزان لا يتوافق خالص مع برج العقرب، بس انا مش الكلام العقرب. ايوه يعني احنا زي ما قلنا انه العقرب جدعين جدا، يعني طول ما احنا ماشيين معاكم صح انتوا بتمشوا معانا صح، لكن لما تلدغوا لدغتكم شويه بتوجع. ولا استاذ محمود بعد ما طمنوك يا عيني وطمنوا الناس وقالوا جدعان، وقلنا محمود ابو الجدعانه والتمام، دخلوا بقى حضرتك ان الانتقام وفكره انك تعصر لنفسك او تاخد موقف او الدنيا دي بتبقى طبعا مش، يعني بيقول لك انت مش مريح وما تتفقش مع الميزان، وما يعني انتوا طلعتوا الراجل. الله يكون في عونك يا استاذ محمود، انت وكل برج العقرب. لا لا هم برج جميل يعني، بس ما تزعلوهم يعني جدا. ما تزعلوهم خالص. ما بتزعلوا، خلينا كده اصحاب. دي عاده ابراج، يعني احنا زي في اختلاف، في اختلاف، في ناس زي لو اتكلمنا بالشخصيه العاديه، انه لما تلاقي اثنين عصبيين من غير ابراج، هل بيكونوا متوافقين؟ في الحقيقه التوافق ما بيكونش ناتج بعد طبعا رحمه ربنا وكرمه على البني ادم، ان يديله حد يتوافق مع شخصيته. بيكون في شيء مهم جدا، وهو انك مش ممكن تعرف حد، زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، هل تعرف فلان؟ هل اعرفه؟ هل عشيرته؟ قال لا، قال يبقى ما تعرفوش. ندي فرصه لانفسنا، بعيدا مع كامل احترامي للعلم والمتبحرين في هذا العلم والمؤمنين به والمتوافقين معاه، ادي لنفسك وادي لنفسك فرصه انك تعرفي الشخص على حقيقته، مش من برجه ومش من غيره. معانا دقيقه وتقولوا لنا حضرتك في دقيقه تنصحوا ايه كل المتطلعين او المطلعين على الابراج؟ يعني بتهيأ ليا هم يقروا اللي هم عايزينه، اجروا. ايوه ما تمشوش حياتكم كلها تبع برج الشخص اللي عارفاه،
يعني مالكيش دعوه ببرجه، انت ليكي دعوه بشخصيته او بشخصيتها على حسب لو صاحبتك او صديقك او وات ايفر. لازم يبقى الشخص من جواه مش من البرج بتاعه. الصفات كلها عندنا على فكره، يعني في عندك عصبيه، انا عندي عصبيه بس بنسب مختلفه، يعني الصفات كلها موجوده في كل برج، بس هي بتبقى على حسب الشخصيه والبيئه والنشاه. ندى يعني برضو نفس الطريقه، يعني انا ما الابراج زي ما قلت بالنسبه لي حاجه ترفيهيه، يعني ايوه اوكي ممكن تجروا فيها اتس فان ان احنا نجري فيها ونتونس وكده، لكن برضو السل البيئه والتربيه بتاعتهم بتاثر اكيد في البرج. يعني انا ممكن اكون اصلا بطبيعتي او مثلا برجي بيقول ان انا شخصيه مثلا عصبيه، لكن اتربيت مثلا في مناخ هادي جدا، العصبيه حتجيني من وين؟ ما حتبقى حاجه موجوده عندي. فلا يعني ايوه اتكلموا فيه اتونسوا، لكن ما تؤمنوا به الايمان القاطع، يعني الا لو مثلا اتكلمتوا مع علماء الفلك ديل، لا دي الناس فاهمه. لكن واخيرا وليس اخيرا في نهايه حلقتنا بنشكر حضراتكم لحسن الاستماع والمتابعه، بنذكركم بصفحه البرنامج برنامج سلامتك الف سلامه، بنشكر الميزان والحوت والسرطان اللي كانوا معاكم وعملوا لكم الدوشه دي، ويا رب نرتب افكارنا وننتبه لحياتنا وندي فرصة لأنفسنا، ونشوفكم في الحلقات الجاية. خليكم معانا في سلامتك ألف سلامة.